قبل الأوان شلت الحمل كله أنا ولا اشتكى قلب العنا. لا يا زمن وش حدنا انت وانا قبل الأوان. قبل الأوان شلت الحمل كله أنا ولا اشتكى قلب العنا. لا يا زمن وش حدنا انت وانا قبل الأوان. اشقتني ظروف الزمان اتعب ولا ذوق الحنان. مهما يكون ومهما كان ابقى انا قبل الأوان. اشقتني ظروف الزمان اتعب ولا ذوق الحنان. مهما يكون ومهما كان ابقى انا قبل الاوان. تعلمنا الكثير حتى ولو يشقى الصغير. دنيا تعلمنا الكثير حتى ولو يشقى الصغير. يطيح يوقف ثم يسير هذا أنا. الكرسي مو بحسن لك؟ لا لا لا، شي احسن لي. ابغي امشي، الكرسي كسرني زود. يلا ما عليه. شد حيلك، الامتحانات قريبه. سعيد هلا. شوف ربيعك ترى وايد متضايق. شوفي ما ادري، ما حد يدري، بس يدش ساكت ويطلع ساكت، خصوصا لما اشتغل ما حد يقدر يكلمه. ما عليه انا بكلمه، وانت لا تحاتي، وان شاء الله ما فيه الا الخير. يلا عمي بس شوي 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 شوي. أنا ما بتم في الشغل أكثر من شهرين، بس أنتظر الرخصة تطلع وبفتح لي معرض سيارات. أبغي أرجع مثل قبل. تدري كنت في اليوم أطلع 10-20 ألف. في اليوم 20 ألف يا سلطان؟ وأكثر بعد. وإذا ما تصدق روح أسأل أصحاب الملايين هذيل كيف طلعوا بيزات. كلهم دشوا البورصة، وأنا بعد أبغي أدخل البورصة، أبغي أصير مثلهم. أقول لك مني إن شاء الله. إن شاء الله. عفوا. السلام. متى بنرجع ناخذه؟ ما بنرجع، مش خلنا نروح. عادي ترى انا ما عندي شغل. اقول لك مش خلنا نروح. ان شاء الله.
تخرجتي وتبين تضيعين عليه كم من محاضرة. أنت بعد كلها شهرين ونص إن شاء الله وبتخرجين. بيمرون علي كأنهم سنتين ونص. بس أنا وايد أثق في ذوقك، أباك تشوفين المكتب اللي اخترت لي. أنت ليش مستعيلة على الشغل؟ يا أختي سافري ارتاحي لك أسبوع أسبوعين ثلاث وعقب لاحقة على الشغل. لا لا لا، أبا أحط أبوي تحت الأمر الواقع، أبا يتعاقد ويا المحامين ويأجر لي الشقة وبعدين لاحقة على الإجازة. أنا عيل من التخرج بيتدرب عندكم. لا ما بتتدربين، بس بتشتغلين إن شاء الله عندنا. عيل بفكر. تتشرطين بعد. شوف أنا بوديك بيتهم، بس ما بتقول لهم أنا اللي وديتك. ليش؟ خايف منهم؟ أنا ما خاف، بس ما باهم يعرفون أنا اللي وديتك البيت علشان لا يأخذون على خاطرهم مني. أنت ما قلت إنهم يبغون يعرفون من هي ظبية بن جابر؟ أنا بعرفهم عليها. أنت شناوي تسوي؟ بسوي اللي لازم يصير. شوف إذا بضرهم ما بوديك البيت. أنا أضرهم؟ حرام عليك، ليش أضرهم؟ أنا بمصلحتهم، أنا باهم يفتحون المكتب ويشغلونه. عيل مدام كذا توكل على الله. حاضرين طال عمرك. سويت قهوة؟ تعالي سمعي، سوي اليوم برياني زين، وزيدي في فلفل وايد، سوي فلفل يا ماما. هيه يلا سيري. هذا بيتهم، عيل بروح لهم. وين بتصير يا ابوي؟ وين بتصير؟ بارك الله فيك، البيت خالي والعيال كلهم يدرسون وما يردون الا عقب الظهر وساعات بعد العصر. عطني تليفون ولدهم العود، شو اسمه هو؟ سيف. بس ايه؟ سيف ما عندي رقمه. اقول لك طوف الحين، طوف ابوي قبل ما حد يشوفني. منو هالعييز اللي جالس هناك؟ وانت ليش تسال عن العييز هذه؟ انت بغيت البيت ودليتك البيت على الاسئله الزايده هذه. يلا طوف طوف بسرعه. زين زين لا تستحمق علينا. ها شو رايك؟ والله موقعها ممتاز وتفاصيلها وايد حلوه، بس يبالها بعض التعديلات مثل الصور المناظر بس. صدقك هزرك اجرها؟ والله لو اجارها مناسب ليش ما تاجرينها؟ هي اجريها. بس وين بيكون مكتبي؟ يعتمد على المعدل اللي بتحصلينه في شهادتك. لو يتعلى المعدل عيل مكتبي بيكون عدال الناطور. يلا طفي. شو عرفه باللعب هذا؟ ايه هذا واحد غشيم، والله لو يتم طول عمره يلعب ورقه وما بيتعلم. ايه 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 بالفعل ادريبه ادريبه. ايه مسكين. ايه لا 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 ما بتاخر ما بتاخر يا إنكم، عندي شغله صغيره بخلصها وبي. يلا 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 باي. اوكي اوكي الله يا انت بعدك واقف مني. يلا قم 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 خلينا نتحرك. أنا أقول نروح البيت أحسن، لأن في المطعم بتعرف. أنا بعد أقول فكرة البيت وايد زينة، وبنخلي كل الترتيب على حمدة. ما عليكم بنات، ترتيب عندي أنا. ها بنات شو تسوون؟ نبي نسوي سربرايز حق مريم، شو رأيك أنتِ؟ والله فكرة تجنن، بس ما قلتوا لي أي يوم. بنشوف يوم ما عليها محاضرات، شو رأيكم؟ هي لازم. هي، بس يكون ويكند عشان كنا نستانس وما يكون علينا شيء. أنا بشوف يوم ما عندها محاضرات فيه. خلاص أوكي. ها شو قلتي ميتة؟ حطهم في الدبه حطهم في الدبه. اصبر انت كيف تسمح لنفسك تاخذ هالاغراض؟ هذه هديه، شو اسوي؟ روحك شفت الريال كيف قاعد يحلف علي، ريال كريم. بس هذه ادريبك شو بتقول؟ هذه هي اسرار المهنه اللي قلت لك عنها. نحن نساعدهم ونقولهم كيف يحافظون على صحة الناس وهم يكرمون. لا تخاف، بجسم الأغراض بيني وبينك. أنا ما بشي مشكور. زين اركب اركب، لا تقعد تفلسف علي.
يلا انزين خلنا نروح خلاص. شو نسوي بكره بعد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وينك للحين؟ رحت واختفيت. ما كنا متوعدين نصير عزا بيت وافي. هذا الحين الظهر بيأذن وأنا أترياك. رحت أدليه بيت راشد. شلون؟ رحت أدليه بيت راشد لكن الريال طلع مبزين. أنا ما قلت لك لا تدخل عمرك في هالسوالف. أنت الريال ما تعرفه، هو زين مو بزين. والله إني دليته وتحسفت. والحين أسفك شو بيفيد عيال راشد؟ والله يا حجي سالم أنا نيتي وايد زينة. بس شوف إذا ضرهم هذا الريال حسابك عند رب العالمين. أنا سويت. شوفيك وانتي من الساعة حالتك حالة. أحس إني ما ودي أروح معكم بيت مريم. وليش ما تبغين تصيرين حبيبتي من كثر طلعاتك؟ ما أعرف بس أحس مو مرتاحة. ليه كنت عودتي عيسة البيت؟ خلود أنت لازم تعرفين أنا وضعي ونفسيتي مو حق طلعة وناسة. ميثو أنت لازم تطلعين وتستانسين وأقول لك شيء خلاص أنا اللي بمر عليك. بس مو مرتاحة. يا ميثو ترى مريم وايد طيبة وأنت تعرفين مواقفها ويانا. وعلى فكرة لو ما شافتش وايد بتزعل، ما نبغى نزعلها. حميد ابشرك لقيت بيت عيال راشد. بس المشكله ما حد كان موجود في البيت، ما يردون الا العصر وانا عندي شغل. ايش اسوي؟ بس ما عليك، برد لهم يوم الجمعه وبلبد عندهم هناك لبده. ليش انت شناوي تسوي؟ بتحاسب وياهم. شو بسوي؟ بشوف اللي لك واللي عليك وباخذ مفاتيح المكتب. حميد ما يصير هالشيء اللي تسويه، هالشي ما يرضي الله. أمهم وأبوهم توهم متوفين، بعد تروح تقص بخاطرهم؟ على أمرك، ما بغث بخاطرهم ولا بزعلهم، بس بتحاسب وياهم. إي ما يخالف اصبر عليهم، أخذهم بالهون، تراهم عيال راشد. عيال راشد، عيال راشد. زين ما اختلفنا، بس لازم أجيب لك حقك. أنا مالي حق عندهم. أنا ما عندي إلا المكتب، وها مو تروح تطالبهم بفلوس ولا غيره؟ أنتِ ما عليك، حقك بيوصلك، وراك ريال، أفا عليك أنتِ بس. يلا ودعت الله. الله يهداك يا حميد، هذيل عيال راشد. راشد اللي كان يركض لي من ديرة لديرة، هالريال اللي قطع عمره قطعتين بيني وبين عياله. تبيني أضرهم عشان عيالي يتمون يدعون علي؟ وأبوهم اللي كان يدعي لي من كل قلبه، ما يصير. الحين أنا قلت لك حصلت مكتب استشارات قانونية، تسوي لي اجتماع؟ بغيت أمك وأخوك يسمعون. شو يسمعون؟ أعتقد أن هذا كان اتفاق بيني وبينك. صحيح، بس هذا الموضوع يهم العائلة كلها ولازم يعرفون. أول مرة تسويها؟ لأن اللي سويتيه فينا البارحة مو بسهل. شو هاي؟ حفلة ضغط جديدة؟ أقول لك تكلمي عدل ولا تمسخرين علينا، واحترمي أبوك وأمك. هذا أنت يا سهيل. مو بعيب إنك سهيل. وانتي يا امي ايش رايك؟ والله يا امي انا مالي راي، ابوك ما يسمع كلامي. شو يعني ما اسمع كلامك؟ شو الرمسه هذه؟ احنا وين وانت وين؟
الله يهديكم بس. أنا أبغى أعرف ليش أنت ما تبين عبد الرحمن؟ شو السبب؟ شو اللي ناقصنا؟ والله أنت تعرف رأيي بمسألة الزواج، حتى زواجك من حمدة ما كنت راضي عنه، فهمنا، بس أبغيك تفهمينا ليش كل هذا اللي تسوينه. ترى الشراكة اللي بيننا وبينهم مو في البزنس وبس، الشراكة اللي محتاجينها في الروابط الأسرية اللي توحد الدم قبل العمل، والمطلوب إن كل واحد فينا يضحي. فهمتي ولا نسمعك بعد كلام؟ عن إذنك. هاي أمي، شو قال لك أبوك؟ ما قال لي شيء. أبوي يفكر في مستقبلي وأنا أختلف معاه. إنزين ما غثت شوف شيء؟ لا ما غثني. لا تحاتي. الله يهدي بس. تعالي أمي تعالي. ماشى فايدة. أختك فرطت من ديننا. عيل صدقني يا أبوي بتسوي كل اللي تبغيه. أنا أبغيها تسوي اللي نحن نبغيه. وبتسوي اللي نحن نبغيه. متى بس يا سهيل متى؟ عبد الرحمن إذا شاف ماشى فايدة أخاف يتزوج، ونتزوج ما حد بيلومه، يقول لك أنا اللي عليه سويته، إيش لي أنا أربط راسي ويا وحدة حتى ما تبغيني؟ أنا لازم أعرف شو اللي تحت راسه. ما منك فود، يا ما قلت لك، لكن ما تسمع الحكي. عيل صدقني يا أبوي يومين ويجيب لك أخبارها. زين، يلا خلنا نشوف مرايلك. نعم. هذه أنا. خلص الاجتماع؟ خبرت رايلك؟ رايلي ما يخبرني شيء، بس أنا عرفت موضوع الاجتماع بروحي. شو رايك؟ لا ما تبيني أخذ أخوك؟ بصراحة في خاطري، بس إذا أنتي ما تبينه لا تأخذينه حتى لو كان أخوي. بعدين أنا ما باك تكررين اللي أنا فيه. تعرفين وين المشكلة؟ إن أبوي قاعد يساومني عن المكتب. يا أما أخذ أخوك ولا أنسى موضوع المكتب. معقولة؟ لا مريوم ما ظن عم يقول شيء. والله هذا اللي صار وهذا اللي فهمته منه، وما أظن قاعد يمزح. لا مريوم ما أظن، أكيد أنت غلطانة. أدريبك ببراقدة، بس لأن الحكي ما يازلك شلت عمرك وطلعتي. أنت تظنين أني أنا ما أحب بنتي مثل ما أنت تحبينها، بس بنتك جاهلة يا منيرة، ما تعرف هالدنيا شيء. أنا أبغى عيالي يتعاونون ويحافظون على اللي احنا سويناه. أنت ما تعرفين إيش كثر ييلحوا لبنتك طمعانين فيها، يقصون عليها بكلام الحب والخرابيط. وشوفي هذه حمدك قدامك، لولا أن أبوها تلاحقها وضغط عليها كان قصوا عليها المصبنة هذه اللي أقول لك عنهم. للواحد حتى ما عنده حجرة يرقدها فيها، وتبغين أشوف بنتي طيح قدام عيني واسكت؟ لا يا منيرة لا، ما راح أسكت. عبد الله، أنت خايف على حلالك في هالدنيا، بس نسيت أنك أنت محتاج حلال أكبر منه في الآخرة. أنت ما بتسكتين عن هالموضوع؟ ما بتسكتين؟ أنا خايفة عليك، خايفة عليك من اللي أكبر مني ومنك. وأنا قلت لك ما حد له شيء عندي، أنت تفهمين ولا لا؟ يعني ما قلت لي إنك اشتغلت؟ ترى أنا قلت لك أدور شغل، بس ما قلت لي اشتغلت مفتش في البلدية. وشو بلا مفتش البلدية؟ إن شاء الله ما بعيب منك.
شوي شوي علي، انا ما قلت شيء، اللهم اني سالتك بس. وهذا انا جاوبتك. شو فيك تنرفزت؟ مريم سالتني عنك. وين شفتها؟ جيت الجامعه تسلم على البنات، الصدفه شافتني وسالتني عنك. دريت انها تخرجت؟ باركت لها؟ باركت. وقلت لها انت تشتغل؟ اقول لك قم قم خلنا نروح، ظهر انه ما عندك سالفه اليوم. ايوه عشان شي ما ترد عليها. اسمعني، سير وخبرها اني انا اشتغلت مفتش في البلديه، ما يهمني. اذا ما يهمك قول لها بنفسك. حمد تفضل يسير غرفتك. حضرتك تدرين ان ابوي زعلان عليك؟ مو بزعلان وايد، زعلان شويه. شو يعني انا كذاب يا مريوم؟ لا مو بكذاب، بس تحط شويه بهارات وفلفل. اشوفك قمتي وايد تتهزئين ومستويه قويه. شوفي يا مريوم، الشهاده اللي عندك تراك بتعلقينها هني في مكان في الحجره، وبشوفينها بس وانت حاضره وظاهره. تعرفين ليش؟ لأن مكتب المحاماة مالك ما بينفتح لو صكين السماء. وانت مستانس صح؟ يكون في علمك أن الشهادة هذه اللي مو بعايبتنك هي اللي بتفتح لي المكتب غصب عنك. أشوفك مو بس ياس التحديني يا مريوم، حتى أبوي ياس التحديني. هذا الكلام اللي تسمعي إياه وتوزع علي؟ مريم أفعالك هاي بتفضحك. بغيت أحقق الحلم اللي أبوي شجعني عليه وزرعه فيه، واليوم أتحقق تخلى عني. بس هاي هي أحلامك؟ ما عندك حلم غير تبينه؟ ما في أي حلم ثاني؟ لا طمن. شوفي يا مريوم، الواحد اللي طمعان فيك وتبين دخلين عندنا البيت ما ردي بعرفه ولا براويك فيه بعد. ويكون في علمك لا انا ولا ابوي نرضى ان واحد غريب يجينا. حطي هالشيء في بالك عدل. حضرتك ما تسمع جرس الباب؟ تبيني اركض؟ وقت اللي تبي تمشي تعرف كيف. اقول سيري افتحي الباب. سيري. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايش حالك يا ميثة؟ عساك بخير. بخير الله يسلمك. اخوكم سيف ريال طيب يعجبني. هو اخوكم العود عدل ولا انا غلطان؟ عدل. ايه والوالد والوالدة؟ لو سمحت انت شو بغيت؟ ايه انا متواعد يا سيف وعازمنا على عشاء في المطعم. سيف مو موجود في البيت، اذا انت بغيت اتصل على التلفون لو سمحت. افا تصدقين ما عندي رقم تليفونه؟ زين تقدرين تعطيني الرقم؟ اقصد رقم سيف. لا اسفه ما اقدر. يلا عن اذنك. خوش بنيه ما بطايحه الحظ اللي عندي موزو مالت على حظي انا اقول. منو عند الباب؟ هذا البايخ اللي يشتغل مع سيف بالبلدية. وش حقه تسولفيني إياه؟ أنا ما سولفت، هو اللي قاعد يطول السوالف ومو عارف كيف، بايخ وثقيل دم بعد. شو خليتي ولي وسكيتي الباب؟ منو هذا؟ هذا كنا سلطان. سلطان منو؟ واحد يشتغل معي في البلدية. شو يبغى واقف هني؟ الحين بنعرف.
سلطان؟ نعم، شو عندك هني؟ وينك يا أخي؟ صار لي ساعة وأنا ترياك. تترياني؟ خير، شوفي تمللت، قلت أمر عليك ونصير مطعم ونتعشى. وليش ما اتصلت فيني؟ ما عندك رقمي؟ قلت بسوي لك مفاجأة. مشكور، أنا تعشيت، ومرة ثانية قبل لا تسوي لي تلفون. زين، باتصل فيك مرة ثانية، الحين أنا موجود. يلا خلنا نسيت عشاء. قب أقول لك تعشيت شبعان. زين برايك إذا ما بتعشى برايك تعال قعد وياي، بنسولف بنغير جو. مشكور، أنا فيني نوم، بصير أرقد. يلا عليك بالعافية. راحتك. ها نسيت أقول لك، بمر عليك باكر الصبح. لا لا، عندي سيارة ما يحتاج تمر، بشوفك في المكتب. ما تباني أمر عليك؟ لا لا، لا تكلف على عمرك، حياك الله. براحتك. شو كل يوم منتم على هالحالة؟ باقي لي شوي وبخلص، وبعدين باكر الدكتور بيسألنا في هالشابتر. شابتر شابتر، مو بحالة هاي، إذا طلعت قلتي طلع، وإذا جلست في البيت حضرتك جاب لك كتبت لين الصبح. باقي لي كم شهر وبخلص. خلصتي ما خلصتي هذا شيء راجع لك، بس مكانك هني في البيت. بخلص ويصير خير. الخير انك تعرفين كل شيء من الحين، مو باكر تيني وتقولين تبين الدوام. وبعدين شو قالت لك مريوم؟ شو أنا؟ لا تسوين عمرك ما تعرفين، ما تدرين إنها ما تبى أخوك؟ زين، البنية ما تبى، كيف هي حرة لا تموت تجبرونها. حمدوه، قولي لي منو تحب. وأنا شو دراني، ليش عايز تسألني؟ قريبة منها، متعاونة وياها، ومتعاونة على منو؟ على أخوك. كتب في كل في كل مكان. أبا أشوفك ضروري، في موضوع مهم لازم نتكلم فيه. حاضر، بس أنا مشغول شوية هالفترة. مشغول في شو؟ وأنا كل ما أقول أبا أشوفك تقولي مشغول؟ شو السالفة يا سيف؟ تعرفين أمور المكتب للحين ما انتهت، وبعدني ياس أدور على هالحرمة. الحرمة بتيك بروحها، بتم تدورك لين تلقاك، قلنا لك يا سيف. زين، قولي الموضوع اللي عندك بالتلفون. لا بقوله يوم أشوفك، وباكر بتلاقى وياك، سمعت؟ أوكي. السلامة، شياك تأخرت. ويانا مو متعود أضرب بيتنا قبل التسع، شو تبى؟ اسمعني، أبغي سيارة كم من يوم. كم من يوم؟ وسيارتي؟ شو تبى أبى؟ ليكون بسوي فيها جريمة وأنا ما أدري. خذ مفاتيح السيارة وخليها عندك. شو رأيك؟ شو رأيك بعد؟ توكل توكل. لا اصبر. بس اول ما اخلص من سيارتي برد عليك. تمام اوكي. Thank you.
جيب الباكيت. شو تبغى فيه؟ جيب الباكيت. تبغى تدخن؟ ما يخصك. جيب الولاعة. أنت تبغى تدخن ولا شو السالفة؟ أقول لك جيب الولاعة. شوف يا حسن، إذا شفتك مرة ثانية شايلهم ما راح أكلمك طول عمري. مبروك 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 يا أستاذة. عموماً النجاح ده كان متوقع من زمان. أنت الحقيقة أبهرت المكتب كله بأدائك أثناء فترة التدريب، ودي حاجة كانت متوقعة. هتبقي محامية مشهورة. الله يبارك فيك، الصراحة هذا كلام كبير علي، بس أهم شيء عندي أنا داوم عندكم بشكل رسمي. ده يشرفنا يا أستاذة، هعتبر المكتب مكتبك من النهاردة. طيب، هاي نسخة من رسالة الجامعة، تفضل. تمام تمام، خلاص اعتبري نفسك اتوظفتي من النهاردة والمكتب مكتبك. انت عارفه انا بسافر كتير عشان عندنا قضايا دوليه، وعايز توريني شطارتك بقى في المكتب. انا مو عارفه كيف اشكرك الصراحه، انت طول هالفتره قاعد تساندني وتدعمني. اهلا بيك يا استاذ، شرفتينا. شكرا. نعم تفضل. بس قاصر عليها الهال. هذه منو ما تعرفينها؟ ويدي خطفت لا سلام ولا كلام، تقولين طهف خاطفة علينا، ما تعرفينها؟ ما اعرف ماما. اشو ما اعرف ماما، بس تدرين ريحتها غاويه، مخلط ما شاء الله عليها، مدخنه بعود معطر، اللهم صل على محمد. ما تعرفينه؟ يلا يا ميثوي، يلا تاخرنا، البنات من ساعه هناك تريونا. يلا يا ميثوي بسرعه. زينشي من تصير عندي مناسبه ما عندي غير هاللبس، شوفي تحسينه يناسب؟ وايد حلو ما شاء الله، عشوائي كاشخه. يلا بسرعه بسرعه ميثو، يلا زين تريي بغراضي. يلا يلا. بسرعه 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 بعد اسرع. يلا اخاف حد شافه علي. اقولك وايد حلوه انتي. شكرا. بس إن عند ربيعتك، بس خبرتي اخوك؟ هي سيف يدري. يلا فمال الله عيال، اها شوي شوي على الشارع، شوي شوي ان شاء الله. يلا مع السلامة، الله يحفظكم. شكله حلو، شكله حلو.
حبيبتي. مبروك التخرج. الله يبارك فيكم. متى سويتم كل هذا؟ يا الله خطيرين انتم. مبروك. الله يبارك فيك حبيبتي. الله يسلمك. تتيمعتوا من ورانا تيمعتوا. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. شكرا مشكورين وايد. شو المفاجأة الجميلة؟ أمي أنتِ بعد وياهم؟ طبعا أنا وياهم. متى خططتوا حق كل هذا؟ فديتك يا الغالية. ألف مبروك يا مايا. إن شاء الله أشوفك عروس. الله يبارك فيك حبيبتي. يعني ما خلى منك ولا منك يا الغالية. أنا ابنك خالتي، إحنا بناخذها شوي عنك. خذوها وايد بعدين شوي. تعالي تعالي شوفي شو سويت. شو سويت؟ أنتوا طلعتوا داهية. في النص في النص وقفي. الله شو الكيكة الحلوة منو سواها؟ تعرفوا يلا؟ صنعت يا مفاجأة. وايد حلوة. شو رأيك في الورد؟ شوفي شو الكيكة الحلوة روعة. يلا خليني أقصها. هاي لا ثانكس. ما نقصك نفسيها. ليش ما جبتوا لي نفس هذا؟ ما اعرف. يلا انا عندي طريقه احطها على فكره فيها. كيف؟ تبين اسوي صوبين. تبي واحده ثانيه؟ اوكي يا ودي بسي. اه بعد ها الورد منو جايب لنا؟ يلا اعترفوا. ما راح يقول. لا البسيها الحين. عارفه ليش نبي اللون الاحمر؟ خلوها تسكر. حتى كتبنا عليها مريوم. منو بيقص؟ يلا يلا لازم انت تقصينها. يلا واو. يلا عقبالي. يلا عن اذنكم. يا حبيبي شفتيك مستانسة. امي مو هالبنية ما تتشفت وياك؟ هذه ميث امي اللي قلت لك عنها قبل ان توفوا امها وابوها في الحادث. هذه بنت راشد بن سيف. كيف عرفتي اسم ابوها؟ اشتكى قلب العنا لا يا زمن وش حدنا انت وانا قبل الاوان قبل الاوان شلت الحمل كله انا ولا اشتكى قلب العنا لا يا زمن وش حدنا انت وانا اشقتني ظروف الزمان اتعب ولا ذوق الحنان مهما يكون ومهما كان ابقى انا قبل الاوان اشقتني ظروف الزمان اتعب ولا ذوق الحنان مهما يكون ومهما كان ابقى انا
فجأة نظر.